الو السلام عليكم. انا كمرأة جزائرية طبيعية بديت نوجد في لي زيبيس. انا اصلا نخدم لي زيبيس، انا نخدم دي زيبيس ناتوريل، ناتوريل فود كلها معروفة، دي زيبيس ما شاء الله. وبديت نوجد باسكو كاع المرأة الجزائرية هذا هو الوقت اللي تشري فيه لي زيبيس تاعها نتاع رمضان. دونك انا راني اون بلان في كل شيء، في لي زيبيس يغسلوا الديور، يبدلوا الفراش، باسكو استقبال نتاع رمضان كي شغل حاجة كبيرة لينا بالنسبة لينا، فهمتي؟ دونك مي مرا واش دير، تشري معن جديد، تشري فراش جديد بيان سور. والاساس الاساس هو الكوزينه اللي هي نشري ولا زيبيس ونشري كاع واش كيما نقولوا كاع واش لازم للطياب نتاع الكوزينه ايتو. وانا قلت لك كوم جو سوي ان بيرسون اللي تخدم لي، انا جو سوي ارتيزانت نتاع لي بيس، لي زيبيس ناتوريل. دونك راني نوجد بيان سور. وي عندنا لي كوموند ويجي ويشري، وانا عطيت لهم كاع لي زوندوا وين يلقاوني ويجوا يشري، والحمد لله. لا الحمد لله يشري ويسون ساتيسفي، هذا هو الصح كامليتو. وكاع النساء الجزائريات في الوقت الحالي راهم يوجدوا رمضان من ناحيه سيرتو الكرشه الماكله ايتو ان شاء الله. هكذا زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.